الله في آية الإسرائيل الأولى وقضينا إلى بني إسرائيل من كتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعد الأولى فتضرب معي هذه الآية كي تفهم كلام الله. مطلع سورة الإسراء يجب أن تفهم هذا يا أخي وتفسيرها طبعا. قال وقضينا إلى بني إسرائيل أن أجعلوا خيرا من الله لليهود في الكتاب لتفسدن أنتم أيها اليهود في الأرض مرتين. يجب أن تركز أيها الأخ مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعد أولاهما أي المرة الأولى لتدبير ما شيء لليهود بعثنا عليكم الخطاب الآن إلى الله اليهود بعثنا عليكم أيها اليهود عبادا لنا أولي بأس الشديد. بعث الله على اليهود عبادا لنا ليسوقوا اليهود سوء العذاب. وقد اختلف المفسرون في تفسيرها فهناك أكثر من 20 مفسر تفسيرا يقولون أن الذي سلط عليهم البابليون والبثليون والبابليون والرومان وبوخنصر وغيرهم سلط عليهم. ولكن بعد التحقيق من أهل العلم المحققون قالوا إن الله قال بعثنا عليكم أيها اليهود عبادتنا نحن والعبودية لا تكون إلا للواحد المحب إلا للموحدين حيث كما قال الله عباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم. والبابليون والفنيون والرومان والفنيون وبوخنصر والفني ما هم المسلمين إذا ما هم عباد الله إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين طردوا اليهود من بني نضير وبني قينقاع وخيمر وبني قريظة وأخرجوا من المدينة. ثم الصحابة هم الذين دخلوا المسجد تحت أول مرة هذه أول مرة تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. إذا أصحاب النبي هم عباد الله الذين دخلوا المسجد أول مرة. ثم قال فإذا جاء وعد أولاهما فأتى عليهم ثم قال الله ثم رددنا لهم الآن كم اليهود ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي على هؤلاء العباد الموحدين الذين انتصروا عليكم. وها أنتم بعد كرامة قد أعيد اليهود علينا من أبناء الصحابة أبناء أصحاب رسول الله من الموحدين إلى نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأبدلناكم أيها اليهود بأموال مفسدة الأموال. هم أسياد الدنيا في المال هم أسياد المال في العالم كله. هكذا قال الله. هذه القضية. قال هذا 15 كل شيء موجود في القرآن يا عباد الله والذي نحن نعطيه. هذه البشارة في سورة الإسراء آية رائعة طبعاً. هي هكذا التاريخ على هو. هذا قدر الله طبعاً. ثم قال أبدلوا بأموالهم وبنيها ومسلمات كثيرة اليوم وجعلناهم أكثر نذيرا. ما هو النذير؟ النذير هو الحرب. السلاح أكثر من 200 ولا نبوية. الصواريخ. وهي مجللة أمريكا طبعا. ثم قال لهم إن أحسنتم أيها اليهود أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. اسمع فإذا جاء وعد الآخرة. أما الآخرة ليس الآخرة لا الآخرة هي المرة الثانية. قال جاء أولاهما ثم جاء وعد الآخرة. ولذلك من موسيقى كتابة فصاحة القرآن لما نقول جمادة الأولى لا نقول جمادة الثانية الأفصح جمادة الآخرة ونقول ربيع الأول ولا نقول ربيع الثاني نقول ربيع الآخر إلى الأولى وللآخر أي الثانية ليسوقوا وجوهكم أيها اليهود فلفاعل هم عباد الله من الموحدين وليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة يعني عمر وأبي عبيدة. اللهم عجل بهذه المرة وليدبروا ما عليهم إن هذا القرآن